السيد ولي الولاية الجديد له باع طويل في التسيير المحلي لأكثر من 40 سنة، تقلد خلالها مسؤوليات هامة وعدة على رأس ولايات عديدة على غرار ولاية جيجة، الطارف، مستغان، بجاية وتيباسا. سيدات السادة الحضور، إن إشرافي الشخصي على هذه المراسيم اليوم يؤكد العناية التي نوليها لاستكمال المسار التنموي بعاصمة البلاد والانطلاق نحو مقاربة عصرية قائمة على الابتكار، النجاعة والتشاركية، بعيدا عن الأساليب الروتينية والكلاسيكية التي لا تبقى لما تحمله هذه الولاية من آفاق وتحديات. إن مواطني العاصمة يتطلعون اليوم لتحسين إطارهم المعيشي من خلال رفع مستوى الخدمات العمومية، سيما تلك المتصلة بنظافة المحيط، التي الحضارية، المرافق التربوية والصحية، وكذا وسائل النقل وغيرها من المرافق الجوارية الحيوية. الحضور الكريم، نحن اليوم كمسيرين محليين أمام حتمية واقعية تستوجب منا الخروج عن النمط التقليدي في التسيير والتوجه نحو الأنماط الحديثة التي تقوم أساسا على الجوارية والعمل الميداني والتقرب أكثر من المواطن وفعاليات المجتمع المدني من خلال مقاربة تشاركية حقيقية بمساهمة الجميع، موظفين ومنتخبين، وتحقيق تناسق وتناغم بين تطلعات المواطن ومجهودات الإدارة المحلية. وهذا لا يتحقق إلا بنزول المسير المحلي إلى الميدان وتلقيه مباشر لانشغال المواطنين وكسر كل الحواجز التي تحول بين الإدارة والساكنة. هذا بمناسبة إجراء الانتخابات المحلية اليوم 27 نوفمبر 2021 لانتخاب المجلس الشعبي البلدي والولائية، التي من واجب الجميع العمل على إنجاحها لاستكمال بناء المؤسسات الديمقراطية في ظل دولة الحق والقانون والجزائر الجديدة التي نصب إليها جميعا.